صباح الخير على أحلى هي في الدنيا، في حلقة جديدة من برنامج النص التاني. معظم الستات بتخاف من الدخول في سن الـ40 لأنهم بيحسوا إن هم ابتدوا يكبروا شوية، لكن أنا بشوف إن العمر ده مجرد رقم وإن الست حلوة في كل مراحلها. لكن بنلاقي إن الست من أول يوم في عيد ميلادها الـ40 بتحس بمشاعر مش مفهومة وبتبدأ تسألها، هل أنا كده خلاص شبابي خلص راحت عليا؟ بتحس بقلق بإن بشرتها ممكن تبوظ، شعرها هيبيض، أفكار كتير بتيجي في دماغها وهي داخلة على سن الـ40 وفيما فوق. علشان كده معانا النهارده دكتور فيرجينيا يوسف، معالجة وطبيبة صحة نفسية، هتجاوب على كل أسئلتك وتطمنك. ليه الناس دايما بيبقى عندها رهبة من سن الـ40؟ يمكن الرهبة بتكون بالذات للست إن هي حاسة إنها خلاص دورها كأنها تخلف وإنها تبقى أم بدأ ينحصر شوية، ومن هنا بيجي القلق لبعض البنات اللي لسه ما دخلوش في الجواز لحد الـ40، بتبقى قلقانة جدا ومستعجلة جدا على الجواز، انها عايزة تتجوز عشان تلحق يعني ايه اخر فرص في الخلفة. بس ويبقى كمان ضغط من المجتمع، المجتمع بيبقى ليه تأثير اكيد. هو الحقيقة المجتمع الحمد لله يعني بيضغط من اول العشرينات على الست، مش مستني الـ40، بالعكس يمكن الضغط في الـ40 بيقل عن في العشرينات. طب ازاي حضرتك تنصحي المرأة تتعامل نفسيا مع السن ده؟ اولا تتقبل كل مرحله في حياتها وتبقى مقبله عليها كده بسعاده وبراحه. دي اول حاجه، المايند سيت بتاعها او طريقه تفكيرها دي اهم شيء. افكارها هي اللي هتحرك مشاعرها، هي اللي هتحرك تصرفاتها بعد كده. مهم قوي انها مثلا تهتم بتغذيتها، مهم قوي انها تهتم بنومها، مهم قوي ان يبقى ليها اهداف مستمره في الحياه. الحياه ما وقفتش عند 39، لا لسه في اهداف من اول الـ40 تحطها لنفسها وتصر انها تحققها. لا مظبوط. ايه المشاكل الصحيه او النفسيه اللي ممكن تواجهها في السن ده او في المرحله دي؟ من اول الـ45 تقريبا الست بتبدا تتعرض لنقص في هرمون الاستروجين. نقص هرمون الاستروجين اللي هو بتبقى الفترة اللي هي خلاص هي داخلة على فترة انقطاع الطمس وبعد التغيرات الهرمونية في جسمها. من أشهر الحاجات في المرحلة دي إنها تبدأ نومها يبقى متقطع مش مظبوط، شهيتها ممكن تزيد للأكل، مزاجها ما يبقاش حلو، ما تقدرش تركز بشكل كافي في الحاجات اللي كانت زمان بتقدر تركز فيها وتحفظها بشكل عادي. كل دي حاجات بتأثر عليها، بتحسسها شوية انها ثقتها في نفسها بتقل. احنا عايزين نطمنها، اطمني في المرحلة دي عادي جدا ان ده يحصل وكل حاجة ترجع تاني كويسة وزي ما كانت ببعض النصايح البسيطة. طب ازاي تقدر تتعامل مع تغير الهرمونات اللي بيحصل؟ بصي، في بعض الستات بتمر عليها مرحلة تغير الهرمونات بأعراض خفيفة قوي، لكن لو الأعراض كبيرة يعني أنا مش عارفة أنام، مزاجي وحش طول الوقت، شهيتي للأكل زادت قوي، وزني زاد قوي، مش قادرة أعمل أي حاجة في حياتي وفي بيتي ومع أولادي، وطول الوقت خناقات بقى مع جوزي مثلا أو كده، يبقى الأفضل إن احنا نروح لدكتور أمراض نساء نشوف إذا كان في اي حاجات ممكن مساعدة، هرمونات مساعدة، وان كانت دي مش بتنفع لكل السيدات، لها يعني كريتيريا معينة عشان تبقى مناسبة للست. اوكي. طب ممكن من المشاكل النفسية اللي تحصل لها ممكن تتعرض لاكتئاب، يجي لها اكتئاب؟ طبعا طبعا، ما احنا بنقول مزاجها بيتأثر، فمزاجها بيتأثر يعني ممكن تبقى متوترة زيادة عن اللزوم، ممكن تبقى اوقات بيجي لها حاجة زي الصهد اللي بيطلع فجأة في الجسم، فده طبعا بيزهقها، بيخليها حاسة بخنقة، متضايقة، وطبعا ممكن كل ده يدخلها في اكتئاب. ممكن يحصل. طب ازاي تتجنب ده كله؟ تتجنب ده كله بانها تبدأ تاخد بالها من صحتها، تشرب مية كتير، يعني تشرب حوالي 3 لتر مية في اليوم، لأن المخ 70% منه زائد كل الأعضاء الهامة في الجسم مكونة جواها تكوين من مية كبير. تهتم بالتغذية الصحيحة بتاعتها، وجبة البحر الأبيض المتوسط بتاعتنا اللي هي فيها بنبعد فيها عن اللحوم الحمراء، بنهتم بالبقوليات، بالكربوهيدرات المركبة، دي من أفضل الوجبات.
بناكل فيها اسماك كتيره، ممكن ناكل لحوم بيضه، ممكن ناخد فيها زبادي اللي هما زي الزبادي اليوناني والحاجات دي، كل دي حاجات مهمه جدا لصحه الست والمخها وبتقيها من الخرف اللي هو ممكن بيجي في مراحل بعد كده. طب في سيدات بتوصل لسن الـ40 وتعيش بقى مراهقه متاخره، ده بيبقى سببه ايه؟ اسباب كتير، ممكن انها ما حستش بالامتلاء العاطفي في المراحل السابقه، ما حستش بانوثتها في المراحل السابقه، كانت متعرضه لعلاقات فيها ضرر نفسي عليها كبير، فبدات عايزه تعمل حاجه، زي في الاطفال كده لما الطفل تحسي ان هو قصير 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 وتلاقيه فجاه في مرحله البلوغ مرة فجاه طول. آه. هي بتبقى عايزه تعمل حاجه زي الكاتشب فينومينا دي، عايزه تلحق بسرعه تعيش الفترات السابقه اللي هي ما عاشتهاش، فممكن تكون في الـ40 بتبدأ شويه تبقى عاطفيه عايزه بقى تعوض اللي فات. طب بالنسبه للرياضه، في ثقافه المجتمع لما بيشوفوا يعني سيده في سن الـ40 مثلا بتمارس رياضه يقولوا لها لا عيشي سنك، ايه اللي بتعمليه ده؟ تتعامل ازاي بقى مع كل اللي بتقابله او بتواجهه؟ انا عايزه اقول لك العالم النهارده بيقول ان 90 هي الـ60 الجديده، فانت متخيله واحده عندها 40 سنه يعني دي كانها الـ20 الجديده. الكلام ده خلاص انتهى. معدلات الاعمار في العالم كلها قاعده بتزيد، لان الرعايه الصحيه في العالم بدات تتحسن عن سنوات فاتت كانت الناس بتموت فيها مجرد من انفكشنز الملاريا والكوليرا والحاجات دي. فخلاص العالم كل مدى الرعايه الصحيه بتتحسن، فمعدلات اعمارنا بتتحسن، فالست في الـ40 لازم تعيش سن الـ20. تعيش تهتم برياضتها جدا، لان هو ده اللي هيخليها تحافظ على جسمها. انت عارفه حضرتك بعد الـ40 بعد الـ45 كل سنه بتفقدي نص كيلو من وزنك من العضلات. فلازم تحاولي تبيلد العضلات دي، تبنيها تاني. هتبنيها بايه؟ بغذاء كويس مع رياضه. ما هي رياضه من غير غذاء كويس انت هتاكلي العضلات طبعا الباقيه، بيكملوا بعض. لان جسمك محتاج بروتين، فلازم تبني بروتين مع رياضه، والرياضه باثقال كمان عشان تقدري تساعدي العضله انها تتبني. لا مهم جدا ان احنا نغير تفكير ثقافتنا ان عادي جدا ان هي تمارس رياضه. يعني مثلا بره عمرهم بيبدا من الـ60، تلاقيهم بيلفوا العالم بيروحوا وبييجوا لسه شباب. صح. صح. فمهم جدا. صح. طبعا ان الثقافه تبقى متغيره طبعا بتفرق. صح. الثقافه بتبدا بينا احنا كمجتمع. يعني ايه ثقافه؟ ما هو انا وانت الثقافه، والناس اللي بيشاهدونا دول كلهم هم الثقافه. صح. اللي بتتغير كل يوم ثقافتنا بتتغير. لا مظبوط. طيب ايه الاهداف اللي المفروض تركز عليها في سن الـ40؟ كل واحدة وليها أهدافها. في واحدة مثلا عايزة تهتم ببشرتها، في يعني واحدة ما تشغلش نفسها، لو خصوصا لو واحدة لسه ما اتجوزتش ما تشغلش نفسها ان انا لسه ما اتجوزتش فالناس هتقول عليا ايه، قطر الجواز فاتني، ما تشغلش نفسها بموضوع زي ده. مظبوط. بصي، هو الانسان لما بيوصل لـ40 طبيعي من عند ربنا كده حاجة بتجيله ان هو بيبدأ يقتنع بنفسه وبذاته. لكن لو ما وصلتش لهذا النضج مفيش حد هيبطل يتكلم، يبقى الناس تصالح مش هتبطل مع تتكلم. والله لو عملت ايه، لو اتجوزت بكره برضو هيتكلموا. فهم كده كده بيتكلموا، هي تعيش حياتها وتستمتع بيها وتسيبها من كلام الناس. بس موضوع ان هي تتقبل وتبقى راضيه وعندها رضا بالذات موضوع صعب، لان زي ما حضرتك قلتي الثقه بالنفس ممكن تكون بتقل في سن الـ40. تتعامل معاها ازاي؟ ازاي تتعامل عامة مع اي حد عنده نقص في الثقه؟ يبدا يشوف النعم اللي عنده. في حاجه بنعملها اسمها تمارين الشكر، كل يوم لما اصحى الصبح اشكر على كل النعم اللي عندي. كل ما اشكر على النعم اللي عندي ابدا احس بيها. صح. ابدا كمان اعمل حاجات صغيره تديني ثقه في نفسي ودفعات، مش لازم اعمل حاجات كبيره، مش لازم احط لنفسي اهداف مش واقعيه، احط لنفسي هدف صغير واقعي احققه واحتفل بنفسي. كل مرة أعدي حتة صغيرة، سلمة صغيرة أطلعها، أنا ببني الثقة بتاعتي أكتر وأكتر. لا مظبوط. لا مهم جدا طبعا إن هي تاخد بالها من حاجة زي كده، خصوصا إن في ناس كتير بتبقى شايفة لا ده خلاص كده ده سن اليأس. ليه بقى بيقولوا عليه سن اليأس؟ دي تسمية غلط الحقيقة، دي تسمية غلط، لازم كلنا نبطل نستخدمها، لأن كلماتنا بتشكل واقعنا.
الكلمة اللي أنا بقولها على نفسي لو أنا اعتبرته سن الشباب هيبقى سن الشباب، لو أنا اعتبرته سن اليأس فعلا هيبقى بالنسبة لي سن اليأس. كلماتك أنت مش متخيلة قد إيه بتأثر على حياتك، لأنها بتبني اللاوعي بتاعك. طب هل ينفع السيدات تحب في سن الـ40؟ برضو دي في نظرة المجتمع يعني هي كبرت على الكلام ده للأسف، طبعا معتقدات خاطئة جدا بس ده للأسف تفكير ناس كتير قوي، اللي هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الست ممكن تحب في اي سن، ممكن تحب في الـ60 كمان، الحب ملوش وقت. انا بشوف ملوش كده ملوش وقت طبعا، وان فعلا العمر ده مجرد رقم في البطاقة. اكيد صح اكيد، يعني الحلاوة حلاوة الروح برضو طبعا. طب دكتور ايه النصايح اللي حضرتك تقدميها ان هم يستقبلوا السن ده بروح حلوه وان هم يقدروا يحافظوا على صحتهم النفسيه؟ اهم حاجه الرياضه، اهم حاجه في المرحله دي ما تطنش الرياضه، تهتم بالنوم، النوم مهم جدا، انها بتنام عدد ساعات كافيه، لو نومها متقطع بالليل وبصفه مستمره لازم تروح لدكتور تطمن على نفسها، مزاجها تاخد بالها من مزاجها، تراقب افكارها انها كلها ايجابيه او ماشيه في الطريق الايجابي مش الطريق السلبي، تاخد بالها من لو الهبات السخنه دي جت لها تستشير دكتور امراض نساء لو هي زايده قوي عن اللزوم ومش عارفه تعمل عليها سيطره. كل دي حاجات مهمه هتخليها تقدر تعدي المرحله بسلام. لا مهم جدا فعلا، ويا ريت كل السيدات تعمل كده، وزي ما عرفنا ان age is just a number، هو مجرد رقم وعمره ابدا ما بيحدد ايه الحاجات اللي اقدر اعملها في السن ده وايه الحاجات اللي ما ينفعش اعملها. فحبي نفسك، العبي رياضة، اهتمي بنفسك، هي دي كل الحاجات اللي هتفرق معانا بجد وهتخلينا نبعد خالص عن الاكتئاب. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا فندم. ميرسي جدا يا دكتور، وبشكر حضرتك وبجد حضرتك نورتينا ونورتي برنامج النص التاني. ميرسي وميرسي على المعلومات القيمة دي، وان شاء الله كل مشاهدينا يستفيدوا منها. شكرا لك. مشاهدينا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بفقرات مختلفة. صباح الخير، اهلا بيكم مشاهدينا بعد الفاصل. الرضا سر السعاده، وكل واحد بياخد نصيبه اللي ربنا كاتبه له، وكل ما تكون راضي في السراء والضراء وبتقول دايما لعله خير هتملك مفاتيح السعاده. ولو في يوم حسيتوا بضيق من حالكم واقداركم ادعوا من قلبكم، فالدعوات الصادقه بتغير الاقدار، بشرط تكون من القلب للرب. وما تقلقوش، رب الخير لا يأتي إلا بالخير، حتى لو أنت مش فاهم الحكمة، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ودايما نقول الحمد لله، وده موضوع حلقتنا النهاردة مع فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري من علماء الأزهر الشريف. أهلا بفضيلتك. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم. مرحبا بحضرتك. الله يسلمك. حابين نسأل حضرتك إيه سبب عدم الرضا عن الرزق أو عن الحياة؟ بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الحقيقة هذا الموضوع من الأهمية بمكان، الرضا. لو نظرنا إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعل الركن السادس من أركان الإيمان، حينما جاءه جبريل عليه السلام يسأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. أن تؤمن بالقدر، والقدر هو جعل كل شيء على ما هو عليه، يعني الله عز وجل عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والدعاء لا يغير قدر الله، إنما الدعاء هو من قدر الله. الواحد منا قد يبتريه الله ببلية، قد يبتريه الله بمصيبة، فيقدر له إن دعا الله عز وجل يرفع عنه هذا البلاء، ترفع عنه هذه المصيبة، وإن لم يدع الله عز وجل فإنه لا يرفع عنه هذا البلاء، أو إن لم يتصدق فإنه لا يرفع عنه هذا البلاء. يبقى إذن الدعاء لا يغير مشيئة الله الأزلية، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أكيد. إنما الذي يتغير، يعني مش يتغير،
دعاء العبد الله يوفق العبد بأن يدعوه أو بأن يفعل طاعة من الطاعات فتوافق القدر المعلق وليس القدر المبرم. يعني دعاء توفيق وإلهام من نعم ربنا. هذا لذلك هو عبادة، سواء تحقق المطلوب تحقق المراد، واحد بيدعي يا رب يا رب يلهمنا حسن سواء الدعاء. تحقق هذا الشيء أو لم يتحقق فإن له ثواب ويجازى على هذه العبادة التي هي عبادة الدعاء التي أمرنا الله بها. لذلك الواحد منا ينبغي أن يكون مرتاح القلب. أكيد. يعني كما ورد أن لما سئل سيدنا إبراهيم بن أدهم يعني سر راحتك وأنه أنت مش مشغول ومش أكيد. مكروب وكذا. طيب فضلتك الشخص اللي دايما شايف أن فيه أحسن، أنا ممكن أكون شخص أفضل، أنا ممكن أنجح أكتر، هل ده طموح ولا طمع؟ هو هذا لا يعني الرضا بما قسمه الله لي لا ينافي أنه أنا أجتهد وأنه أنا أخذ بالأسباب. فرق بين التكالب على الدنيا، أنه يتكالب على الدنيا عنده طمع في أن يجمع المال من حل أو من حرام لا يراعي. أيوة. بخلاف الشخص الذي طموح. عنده طموح حابب يجتهد بيأخذ بالأسباب ولكن عنده زي ما يقولوا خطوط حمراء، حدود شرعية لا يتعداها، لو قالوا ملايين الدولارات من الحرام فإنه لا يقترب، هذا مال حرام أنا لا أقترب منه، إنما أنا آخذ بالأسباب على وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى. نشوف فضلتك فقراء يمتلكون الكثير من الرضا وآخرين أغنياء لا يتمتعون بهذا الشعور. لذلك في مقولة بيقولوا في سبحان الله كثير من الناس فقراء ليس معهم إلا المال. يعني إيه؟ لذلك ورد في بعض الروايات يعني اقنع بما رزقك الله، ارضى بما رزقك الله تكن أغنى الناس. يعني ذلك يعني مش المال هو سر الرضا. لا لا أبدا، المهم أن يكون الإنسان مطمئن القلب مرتاح البال، أنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهكذا علم النبي إحدى بناته السيدة زينب الكبرى، قال لها قولي ما شاء الله كان وما لم يشأ طيب. لم يكن. يعني الرضا أجمل شيء طبعا. نعم. بس في حالة الكرب المرض الفقر الابتلاء، يعني إن حد يتعرض لظلم، نعم. إزاي يصبر ويرضى ويخلي قلبه مليء باليقين بالله وهو في عز وجعه؟ يعني هو الرضا يعني زي ما ورد عن بعض الصالحين أصابه ما أصابه من البلاء فكان يقول إلهي لو صببت علي البلاء أصب ما ازددت فيك إلا حبا. ولما مر واحد مر عليه أيضا فوجده في كثير من البلاء وهو يحمد الله فقال له يا رجل على أي شيء تحمد الله؟ أنت مقطع الأيدي والأرجل وكذا. فقال له الحمد لله الذي رزقني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. إلهي لو صببت علي البلاء صبا ما ازددت فيك إلا حبا. الله. هكذا. لذلك مرة جاء واحد من الصحابة، يعني هل ده اختبار من ربنا عشان يعلي منزلتهم في الجنة؟ أكيد. هو ورد في نعم ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يكتب للعبد الدرجة العالية في الجنة ولا يبلغها هذا العبد بحسن عبادته يعني بصلاته وصيامه، فيبتليه الله ثم يرزقه الصبر على البلاء حتى يبلغ هذه المنزلة العالية. لذلك العلماء يقولوا البلاء إما ترقية وإما تنقية، يعني نبشر الصابرين بلا شك، وإن أهل البلاء دول أحباب الله ومنزلتهم في الجنة محفوظة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جميل. هذا مما لا شك فيه. والنبي علمنا الذي يقول صباحا ومساء ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا الزعيم يعني أنا الضامن والكافل لآخذن بيده إلى الجنة. جميل. طب النفس اللوامة، الشخص اللي دايما بيلوم نفسه على أي تصرف بيعمله، كلمة قالها بقصد أو بدون قصد، حاسس أنه هو مقصر تجاه نفسه تجاه ربنا تجاه الآخرين، هل ده عدم رضا؟ لا بالعكس، هذه النفس هنيئا لصاحبها. ليه؟ لأن الإنسان لما دائما يلوم نفسه على التقصير على فعل الذنوب والمعاصي ونحو ذلك فهذا يدفعه إلى أي شيء؟ يدفعه إلى الأعلى، يدفعه إلى أن يترقى.
أما الذي لا يعني لا يشغل باله، لا يبالي من حلال أم من حرام، رضي أو لم يرض، سلم أو لم يسلم، لا يبالي، هذا في بلية عظيمة. أما الذي عنده هذه النفس يعني نفس اللوامة، لما دائما يحاسب نفسه، ذكرت في القرآن الكريم ونفسي صلى الله على سيدنا محمد، نعم ورد ذكر بعض الأنفس في القرآن الكريم. فهذه النفس التي تلوم صاحبها على فعل المعاصي، زبول ده اللي هو عنده لسه اللمبة الحمراء اللي بتنور بتنبهه، فإذا كان في قلبه عنده إزاي نوصل للنفس المطمئنة بقى اللي هذه بعد الدرجة عالية، يعني الإنسان بيترقى من حال إلى حال ومن حال إلى حال حتى يصل إلى هذه النفس المطمئنة التي يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طب هل في دعاء أو سورة معينة في القرآن الكريم لما بنقولها بنحس براحة وسكينة وزيادة شعور بالرضا؟ كل القرآن، كل القرآن يعني فيه شفاء ورحمة وهدى. يعني وحتى في الكرب يعني يحاول يقول دعاء للكرب. هو النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في حاجة اسمها الشهادة الخاصة، الشهادة العامة اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادة الخاصة الذي يداوم عليها صباحا ومساء، قالوا هذا يوفق لترك المعاصي، يوفق لحسن الخاتمة، يكشف عنه البلاء والكرب وما إلى ذلك. هذه الشهادة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان صباح كل يوم ومساء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. النبي قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أكيد. طب الناس اللي بتحكم على حياة الآخرين من خلال الصورة الخارجية اللي بيشوفوها من غير ما يكون عندهم أي خلفية عن الكواليس اللي ورا الصورة دي، يعني بيحكموا على الناس ده فلان عايش حياة أحسن، ده ليه رب ده أحسن مني، ليه ده أفضل مني، هو ما يعرفش ربنا مبتلي الشخص التاني ده بإيه. هو سبحان الله الإنسان الحاسد الذي يحسد غيره، يعني هذا الإنسان على أي شيء تعترض؟ هل تعترض على قضاء الله وقدره؟ يعني الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق سبحانه وتعالى، يا رب يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربنا اختار الأنسب لكل إنسان. نعم، ورد في الحديث من عبادي من خلقتهم أغنياء ولو أمرضتهم لفسد حالهم، ومن عبادي من خلقتهم مرضى ولو رزقهم الصحة لفسد حالهم، ومن عبادي من خلقتهم فقراء ولو أغنيتهم لفسد حالهم. ربي يعني سبحانه وتعالى حكيم خبير، يعني يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فلا يعترض عليه. لذلك لا يعترض على الله. العلماء يقولون سلم تسلم، سلم تسلم، يعني سلم الأمر كله لله وربي يفعل ما يشاء، تسلم في دينك ودنياك، فإنه ما سلم في دينه ودنياه إلا من سلم لله عز وجل. أكيد. طيب حضرتك هل السوشيال ميديا أو إن في دلوقتي الناس بتقدر تشوف الحياة الآخرين أكتر هي اللي ساعدت في كده؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا قاعدة، ألا وهي إن الواحد مننا إذا أراد أن ينظر إلى من هو أعلى منه فلينظر إلى أهل الطاعات، إلى أهل الإيمان، وإذا أراد أن ينظر إلى من هو إلى أهل الدنيا فلينظر إلى من هو أدنى منه، أقل منه، لأنه في الطاعة إذا نظرت إلى من هو أعلى هذا يعني يبعث في الأمل، أنه أنا أجد واجتهد، فلان بيتصدق وفلان بيفعل وفلان بيفعل، فأنا باجتهد أن أنا أكون زيه أو أعلى منه. أكيد. أما في الدنيا إذا نظرت إلى من هو أعلى مني، النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال له حتى لا تزدري نعمة الله عليك. واحد النهاردة بيقول لك فلان عنده عربية أو فلان مثلا ماشي على رجليه، طيب قبل أن تنظر إلى الذي يمشي على قدميه، أو قبل أن تنظر إلى حذائه أو إلى ما يركب، أو إلى ظاهر وابتلاء خفيف. نعم، ممكن يكون أنت ابتلاءك ظاهر للناس، فالناس صحيح عارفة أنه عنده مرض، عنده مشكلة، عنده حالة وفاة، أو حد يكون عنده ابتلاء خفي هو قدام الناس حاجة. صحيح. وفي الحقيقة فبعض الناس يقولوا إيه؟ يقولوا لا تنظر إلى من عنده قدمين، بتقولش فلان عنده كذا، ولكن انظر إلى من ليس عنده قدم أصلا. أيوة. إنه مش بس ما عندوش حذاء، في ناس ما عندوش قدم أصلا، أين أنت؟ أين هذا من ذاك؟ فالواحد دائما في أمر الدنيا لا يأبه لها. لذلك كان سيدنا جاء سيدنا حكيم بن حزام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فجاءه فسأله المال فأعطاه،
ثم جاء مرة ثانية يسأله المال فأعطاه، ثم جاء مرة ثالثة يسأله المال فأعطاه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد سائلا، ثم أراد أن يعلمه عليه الصلاة والسلام، قال له يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، يعني النفس تميل إليه. أكيد. ذلك يقول إيه؟ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعله الناس قد طبعا. مالوا ابتعدوا. فقال له إن هذا المال حلو خضر، يعني نفس تشتهيه. أيوة. فمن أخذه بطيب نفس يعني من غير طمع بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس يعني نفسه تتطلع إليه عزيزة. لا يبارك له فيه. فسيدنا حكيم ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له والله يا رسول الله لا أسأل أحدا بعدك المال بعد ذلك حتى أموت، وبقي إلى أن مات ما سأل إنسانا قط سأله شيئا. المال أصلا اختبار، فلازم الواحد يرضى بما قسمه الله له ليكون أغنى الناس. نعم هكذا. بنشكر فضيلتك فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري من علماء الأزهر الشريف، وبشكركم مشاهدينا، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة إن شاء الله.